c'est le directeur général de l'unité de la transformation de la route. On fait de bons prix, ils font de très belles choses. 0,550. Oui. C'est qui, à qui est Journal. Journal. Friel Tithani. Oui. T'as un immédiat semaine, Friel. Alors, on va dire Nahar. Voilà. À Snitch. Nahar Friel. هذا المعرض هذا يلم يعني كل عائلة مصنعي الخشب كطبعة الأولى. الحمد لله يعني رانا متفائلين خير، عندنا 23 شركة أجنبية، 18 شركة جزائرية، عندنا جمعيات ناشطة في النشاط التجاري والصناعي. اكيد يعني صعوبه كانت موجوده، يعني هذا الامر هذا ما نقدروش نخبوه ولا ما نقدروش نقولوا غير الكلام هذايا، مي الحمد لله يعني قدرنا نقنعوا بعض يعني المشاركين ان الامور يعني ما راهيش رايحه تتطور، هي امور يعني داخليه ان شاء الله راهي رايحه للاحسن. تركيا في 21 شركه اشتراكين بالمعرض هذا، مرات ان شاء الله نجح السنه جاي 2020 ان شاء الله في كويس معرض. الجزائر في سوق كويس عشان خشب وموبيليا، في سوق كويس ان شاء الله نجح. مبروك يعني ناس الجزائر تركيا في مجال في سوق، علاقات جدا كويس.